يعطيك العافية. أنا واقعا لاحظتك أنك جالس، فسؤالي بشكل عام يعني أنت موجود يوميا تمارس الرياضة على الممر البحري، والله مصادفة فقط اليوم أنت موجود؟ لا والله أنا أمارس الرياضة يوميا، كل صباح لازم أسوي الرياضة، لأنه أنا بعد ما سويت العملية عملية القلب فأنا في الدنيا أحافظ على ممارسة الرياضة. جميل. منها صار السكر وصار الضغط، الموقع جميل صحيح، يحمس الشخص اللي يعمل الرياضة. ما شاء الله. رياضة صحة. أحسنت. والحمد لله يعني نحمد الله ونشكر في أمن وأمان. أحسنت. في مواقع راضية. أحسنت. النظافة. أحسنت. على رقي أهل المنطقة نفسها. النظافة. أحسنت. على رقي أهل المنطقة نفسها. يا يقولون حموضة في المعدة. ارتفاع عندي السكر والضغط. والله انا مارس من ساعه ساعه وربع، احيانا ساعه الا ربع، على يعني عزيمه الصحه، لما يكون عندي الوقت وعندي العزيمه بالنسبه للنشاط انا احاول بقدر ما استطيع اني انا اطول الوقت، لكن احيانا لما احس بالارهاق فلازم اراعي الجهاز اللي معي. اوه يعني انت مركب جهاز حاليا؟ اي نعم. مرض في القلب وسكر وضغط ومركب جهاز ومصر على ممارسه الرياضه، وهي رساله جدا جميلة بل تحمل معنى كبير بأهمية الرياضة. كيف الأشخاص اللي موجودين في البيوت وجالسين بدون حركة وبإمكانهم يمارسوا الرياضة إلى متى ظل هذا الوضع؟ هل الواحد ينتظر حتى يعاني من المرض وبعدها يجي يمارس الرياضة؟ أتمنى كل صغير كبير أخت أخ شايب أم ممارسة الرياضة في كل وقت، كل وقت. لو تعطي لنفسك نص ساعة، نص ساعة، أنا متأكد 100% أنك تجلس أكثر من 4 ساعات 5 ساعات قدام التلفزيون أو بيدك الجوال، فنفسك لها حقنا عليك، عطها نص ساعة في اليوم. نص ساعة في اليوم، حاول أنك تمشي، حاول أنك تحرك الدورة الدموية عندك، لأنه هنا تبدأ الخمول، يبدأ الجلطة، تبدأ المشاكل، تبدأ السمنة، كل الأمور هذه كلها تجي من تركبات الجلسة في البيت قدام التلفزيون، الأكل، الجوال. عط نفسك نص ساعة في اليوم بس، صدقني بالله ما راح تندم. لا كان صغير ولا كان كبير، الرياضة ما لها عمر، ما لها عمر نهائيا، صدقني بالله ما راح تندم. لا كان صغير ولا كان كبير، الرياضة ما لها عمر، ما لها عمر نهائيا. يعني المعلومة أنا كان وزني 142 الحين وصلت 97. ما شاء الله. طبعا هذا عن طريق المصادفة، أنا أعرف أنك أنت يعني قدرت تحقق هذا الهدف في ظرف كم؟ هذا صار لي 7 شهور نزلت الوزن كامل. فأنا قلت ليش ما أوقف الحين وأمشي لي لو نص ساعة أستفيد من هذا الوقت. أعتقد أن الأعداد قاعدة تزيد أكثر وأكثر، إذا فات الأوان خلاص ما ينفع في شيء. والله يوفق الجميع إن شاء الله دكتور.